جميع البشر يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، وإن لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948. وإن التمييز ضد المرأة يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان حسب الشرعية الدولية لحقوق المرأة. وما زالت الآلة الصهيونية تقتل الشعب الفلسطيني وتقتل النساء والأطفال، بل وتمارس الإبادة الجماعية بحقهم دون ذنب اقترفوه. تقتل النساء والأطفال أمام أعين مشرعي القوانين والمعاهدات الدولية، بالرغم من أنها أقرت حقوق المرأة والطفل، بل وعملت على حماية وضمان حماية هذه القوانين. نطالب الحكومات الدولية والمجتمعات الإنسانية والمنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة لوقف شلال الدماء من خلال الضغط على هذا الكيان بكافة السبل والوسائل. ونطالب بتحرك فوري لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال من تجويع وتعطيش وانتهاك للكرامة الإنسانية.